السعوديه الهدف مالتها بعد ماكو انتاج نفط خام، انت يعني بسنه 30 انتاج منتجات نفطيه يعني وصناعات كيميائيه. جميل. كل ال 10 مليون مالتها يعني معناتها راح تصير في مستوى الصين. جميل. فاحنا حنصير مثلهم. والله احنا نصير مثلهم سيد. سيد نصير نعم. مثلهم عندما تاتيني بحكومه قويه بقوه سياسيه تدعم هذه الحكومه بقرار وطني، مو قرار ياتي باملاءات من الخارج ودول الجوار ومهيمن عليه. خليني اروح وياك. العفو، اليوم الحساسيه لعبه طوبه. استاذ حيدر، اكو قضيه مهمه جدا على طاري قضيه البتروكيماويات والمعامل المنتجات النفطيه، المنتجات المصانع. قبلها الصين فعلا الصين قدمت عروض خياليه للحكومه العراقيه بصدد قضيه البتروكيماويات بالبصره؟ والله عندك ايش معلومات؟ المعمل مال البتروكيماويات اللي هو النبراس هذا قديم، وجت شركات صينيه قدمت عليه، وجت وايد كثير وايد شركات، بس القرار السياسي يمنع. يعني اكو ايدي خفيه تمنع انشاء المصافي وانشاء البتروكيماويات. فقول الامريكان شنو ايدي خفيه؟ الامريكان سيد الامريكان شنو ايدي خفيه؟ الامريكان منعوك ان والله بقى خلنا اسولف لك حب استاذ، انت هاي الدول العشره هو لو امريكا لو ايران واحده منهم. ما رخصتك لا، شوف الدول اللي قدامك هذني. اي هل من المصلحه مالتها انه انت الدول النفطيه يصير عندها مصانع بتروكيماويات ومصافي عملاقه؟ اي تعزل، هي بعد مين يجيب النفط؟ صح تعزل، صح. فما تسمح لك هاي الدول نفسها، لا امريكا ولا اوروبا ولا هذني، ما يسمح لك انه انت تصير عندك انتاج، وحتى تصير هم مصلحتها. اذا انت صار عندك انتاج الا بالشراكه، ولا اذا صار عندك لعد السعوديه تعزل. سيد لعد السعودية شلون اخذت هذا القرار؟ السعودية هم ضمن هذا المحور، يحبون وطنهم، يحبون الله وطنهم اكبر. الاخير اقول لك يحبون وطنهم السعودية، يحبون وطنهم. والله برافو. تدخل يعني خلا صفق، انا خلا صفق بهاي الحلقة. اللي يحب وطنه يشتغل، خلا صفق هاي للسعودية طبعاً. اللي يحب وطنه يشتغل، والعميل والمرتزق يشتغل عكس الدولة. المفاوضين اكفاء، سمعت؟ ما عندنا مفاوضين، المفاوض سهل. المفاوض يشيل جنطه اخويا، مفاوضك يشيل جنطه سيدنا، مفاوضك من يروح لهاي الدول يشيل الجنطه ويرجع يحولها عقارات وارصده بالخارج، وتالي يطلعون كفاءه. هسه انا وياك عرضنا المخطط ونادينا وطينا حلول وقلنا يابا ترى هسه جماعه ضغطوا عليهم وخذوا المصانع اللي واقفه جيبوها عندكم، خلينا نشوف اكو واحد يتحرك. يا الله انا باكر والله بلكي العظيم لو يصير بي القرار، والله العظيم اسوي مصانع بتروكيماويات ومصافي، ولو هسه لو انكتل الف مره بلكي يتحركون. تدري انت قبل سنتين انا من حكيت بموضوع انا وياك، قبلها كنت متعرض مرتين ثلاث مرات للقتل. شويه لانه عندي وطنيه سيد، شويه اي واحد عنده وطنيه ما يباعوا له. جميل. اي انسان وطني ما حد يعير له اهميه. جميل سيد، قلت جمله مهمه، قلت الوطنيه واللي عنده شجاعة وطنية يذهب إلى شباب كامرتي وين؟ أي اللي عنده شجاعة ووطنية يذهب إلى قرارات استراتيجية لخدمة البلد، لكن الذي يرتهن إلى الخارج ويعود إلى المربع الأول أكيد ما يفكر بمصلحة الشعب ومصلحة العراقيين. وهنا بلكي بما أنه كأس الخليج بالبصرة وكرم البصرة اللي وصل دول الخليج وتعداها، بل وصل حتى للمغرب العربي، بلكي السياسيين مالتنا من يرحون البصرة شوية فد رمانة فد عصير فد شي من البصرة يغزر وتصير عندكم ملوحة وطنية على هذا البلد. والله احنا تكرمنا حتى من النفط، حتى من النفط بحقولنا المشتركة ترى تكرمنا مو